كابتن عادل، رؤيتك الفنيه للمباراه ككل. طيب، اولا يا كابتن، انا قلت لك قبل الماتش انه حته اداء المنتخب امبارح والاصابات خلتك تسارع الزمن عشان تجهز اللعيبه دي كويس. اول حاجه عايز اقولها لك، لما تيجي تجهز لعيبه عشان تلعب بعد شهر، بكلمك فنيا، جهزهم في البدايه مش في النهايه. بمعنى انت لو عايز كنت تجهز اللعيبه دي كنت اديتهم اول ثلاث ماتشات مش اخر ثلاث ماتشات. ليه؟ طبعا. الناس فاهمه انك انت تجهزهم على اخر فتره، اخر فتره في التجهيز بتبقى اجهاد واصابات. في البدايه بتبقى انت بتلعب الماتشات، حتى لو اتصبت تقدر ترجع بالعلاج، يبقى فاضل 20 يوم او 15 يوم على كاس العالم. طب خليني اسالك سؤال بس عشان حته الاوقات ديت. لك فكرتي. ماشي. ماشي. انت كلاعب او انت كمدير فني، خلينا نتكلم انت كمدير فني، لما تدي لعيبه اجازه مثلا 8 او 10 ايام، تفقد 12 يوم، بعض اللعيبه 12 يوم، بتفقد قد ايه من مخزونهم البدني؟ تمام. في الفتره ديت اقول لك انهي نوعيه من اللعيبه. في لعيبه بتبقى واخده حوالي 6 7 او 10 مباريات ورا بعض، كل 3 ايام مباراه، ممكن يفقد حاجه بسيطه قوي 10 15 20%. طيب، لكن لاعبين ما كانوش بيلعبوا اساسيين يفقدوا كتير، يعني ممكن يخشوا في 30 40%. متهيألي ممكن تعدي 50 60%. لا، 50 60 دي يا كابتن ايمن على الفتره كلام. على الفتره الاطول شويه، 10 ايام استحاله تعدي. فوق الثلاث اسابيع و 12 يوم لا، لكن فوق الثلاث اسابيع ممكن يفقدوا 60%. ده كمان عادل، عادل مع احترامي معلش سريعا، الكلام ده كمان ثلاث اسابيع، ولو قاعدين نايمين ما زي زمان بقى، اللي هو اللي هي الراحه السلبيه. الراحه السلبيه دلوقتي تمام. في حاجه اسمها ده طبعا. دلوقتي يا كابتن انت لعيب محترف. ايوه كابتن. الراحه الايجابيه انت بتعملها لنفسك، اللي انت بتعملها بتعمل تمريناتك، كل اللعيبه دي بتتمرن خارجي، خلي بالك. المفترض انه انا لعيب محترف بعرف عندي تقصير في حته فلانيه انا بعملها لنفسي، وعندي كذا انا بعمله لنفسي. لكن خليني اكمل لك الفكره بتاعت انك لما تيجي تجهز اللعيبه تجهزهم وتديهم فرصه للدوره اللي انت هتلعب فيها، فرصه علاج او فرصه انك انت ما تقربش المسافه ما بينك وما بين البطوله، لانك بتبقى وانت بتجهز بتجهد او تصيب، مش تعرف ولا تعوض ولا تعمل استشفاء. ايوه. انت لما تلعبهم اول 3 4 ماتشات وتريحهم اخر ماتشين، انا موافقك. هنا تقدر تعمل ايه؟ تجهز قوي ويحصل اجهاد، لان في التجهيز بيحصل اجهاد. تنزل تاني باللعيبه، يبقى هم عندهم المخزون بتاع المباريات اللي قبل كده. الحاجه التانيه المهمه، ما بحبش الريسك في كره القدم. انا من اول لحظه بعمل استراتيجيتي على البطوله ان كله اسوأ موقف هيحصل، اسوأ الاحتمالات. احنا عندنا كان عندنا مشكله كبيره شويه، اتقال ان احنا هنلعب بلاعيبتنا في كاس العالم للانديه، ودي كانت من مسؤول اتحاد الكوره، وانا ساعتها قلت كلمه، قلت يعني بما معناه انا ما بصدقهمش. ايوه، مسؤول مشي خلاص. لا، ما بصدقهمش اصلا المسؤولين، ما بصدق. افضل كاس افريقيا مصر نظمته، وفي اللي كان في 19 عشان اتحاد الكوره ما لمسوش، الدوله هي اللي كانت بتعمله. ايوه. المجموعه دي لما يقولوا لك حاجه لازم تعرف ان هي عكسها. أيوة. فانا قلت دي تنييمه، دي كان فيها نومه شويه، ان احنا نلعب بلعبتنا، مفيش حاجه اسمها كده. انا من اول ما قدرتش ان انا اجل كاس العالم للانديه، او ما غصب عنك مش هتقدر تاجله، علشان ده اصلا اتحاد البطوله قائمه على تشيلسي، خلي بالك، مع احترامنا لاي حد، تشيلسي بطل اوروبا، فبيظبطوا له الميعاد عشان عنده مواعيد صعبه قوي، انت فاهم؟ او هي حته تسويقيه، كاس العالم فرقه اوروبا لازم تبقى متواجده. فانت كان يجب ان انت تشتغل على الموقف ده، انك هتلعب باللعيبه دي، فاهمني يا كابتن ايمن؟ ايوه كابتن. المشكله النهارده انا بقول ان اتاخرنا في تجهيزهم، ولكن هدفنا معروف ان احنا ما بنلعبش على البطوله، فانت لحقت انك انت تجهزهم.
انت لحقت انك تجهزهم لانك قلقت من كاس العالم. طب لحظه امبارح ديانج كان ممكن يكسب. انا هقف معاك هنا، هقف معاك هنا معلش. اه اتفضل. انت بتتكلم على جاهزيه فنيه ولا جاهزيه بدنيه؟ الاثنين. الاثنين. ما فيش حاجه اسمها في كره القدم ماشي الفني حلو هو اللي بيشيله البدني. بمعنى انت ليه بتعمل فتره اعداد في اول السنه؟ بتعمل مخزون بدني عشان يساعدك في الفني. ماشي. طول الوقت انت ليه عندك مدرب احمال علشان يطوع الفني يطوع الاحمال مع الفني صح. في الوقت الحالي. صح. كلام جميل. ماشي. فاحنا دلوقتي انت فقدت وقت كبير انك تجهز. تجهز ايه؟ اللعيبه. ما هو بدنيا. ما هو... اه بس عايز عشان فنياً بس نفصل بين الفني وبين البدني. بص يا كابتن ايوب، اول ما اللعيب بيوصل لسن ال 20 وال 21 سنه بيبقى عنده المخزون الفني او المهاره او التالنت الحاجات دي كلها. ده الصعب. السهل انك تخليه يكتسب اللياقه البدنيه. اللياقه البدنيه مع فروقات، انت بتتكلم يا كابتن ايمن 12 يوم كتير وانت رايح كاس العالم للانديه طبعا، لكن مش كتير كابتن. لو هتلعب في الدوري المصري كابتن، انا بتكلم على توقيت. انا فاهم غلط. نعم ايمن معلش، عايز بس اكمل اكتب فكرتي واسيب لك. اتفضل. انت لما تاخد 12 يوم اجازه او 20 يوم اجازه ماشي. هتاثر كتير بدني طبعا. وانت رايح بطوله قويه غير وانت بتلعب مع مباريات سهله. في تحضير يا كابتن ايمن اقدر انا احضر للدوري المصري ب 75% من لياقتي ماشي، لان في عوامل كتير قوي مخليني انا الافضل. بس المهم انك توصل لل 75% ودي بتاعت لياقتك اللي انت بتتكلم عليها. أوكي. ما هو معنى بص يا كابتن، بص انا لا خليني بس اقول لك دي علشان دي مهم. ماشي. 75% اقدر العب بيهم في الدوري المصري، لكن لما تروح تلعب كاس العالم للانديه ايوه، وممكن تقابل تشيلسي والهلال السعودي وهتلعب مونتاري وهتلعب الفرق دي، لازم تبقى بال 100% وبافضل لعيبتك. كويس.